ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. لاراش اون فول يوما كما كنعودكم دائما الجوله الليليه. اليوم كنبداو بقيسارية سوق سبتة وكيتواجد معنا الرئيس جمعيه سوق سبتة يوسف البركاني ورشدي الشنثوف معه. شي كلمه سي يوسف، مدى الالتزام ديالكم بهذا القرار ديال اغلاق الساعه الثامنة؟ السلام عليكم، تحيه للمشاهدين الكرام. كنشكر الاخ حكيم الشنثوف على التغطيه وعلى المباشر اللي كيحاولوا يوصل المعاناه ديال التجار ومعاناه ديالهم مع هذا الوقت هذا اللي هو التمنيه اللي ما كتناسبهمش، وهما كيلتزموا بالقرار اللي كتاخذه الحكومه اللي كيخص المغرب ككل. وحنا بالنسبه للساعه هذه اللي كما كتعرفوا المدينه اللي واحد المدينه اللي هي المدينه هذه الناس ديالها ما كيبداو يخرجوا حتى المور المغرب، واللي حنا هذيك هي الظرفيه اللي كيبداو بعض البيع والشراء كيبداو يبيعوا ويشريوا. وحنا اللي كان كورونا اللي خلقت واحد الازمه خانقه اللي كتعرف بعض التراكم ديال الديون وديال اللي تفاجئنا هاد اليومين هادي كانت توصلوا بالضرائب، واللي هي الظرفيه ما مناسباش، وبعد الفواتير ديال الماء والكهرباء، واللي خاص الدوله تشوف بعين الاعتبار للتجار اللي تا هما عندهم واحد الضغوطات واحد النفسيه اللي متدهوره اللي كيعانيوا منها. وحنا كسوق سبتة اللي عندنا عده مشاكل لا من لا تسويه الوضعيه ديال السوق هذا اللي تا هو عنده واحد مده طويله اللي خصهم يسويوا الوضعيه ديالهم، وكنفتقدوا بزاف ديال الضعف ديال الاناره، وكنطالبوا بالمسؤولين يشوفوا من هذا السوق هذا اللي عنده التاريخ واللي كيمثل المدينه على الصعيد الوطني اللي هو سوق سبتة. نعم سي يوسف، تبع الكلمه لرشدي الشنثوف معك، دوينا شويه على داكشي ديال التراكمات ديال الكتمه مثلا ممكن كسر ديال السلع عندكم ديال الصيف اللي متلعبتي وفي الشتاء وفي الشتاء. وشكرا. السلام عليكم، شكرا جزيلا لرش اون فول اللي جات تواكبنا في هذه الحاله هذه. الحمد لله راه ملتزمين بالساعه الثامنه مساء، وخا الساعه الثامنه كاع مناسبه شي لينا بصفه نهائيه. بحكم مدينة العلاج راه معروفة أن الإنسان كيخرج من الربعة الفوق خمسة الفوق عاد كيخرج يتقدى ولا يتسارى ولا هادي ولا هادي. والمهم اش غنقولوا يعني راه كلشي باين، الله يرفع علينا هاد الوباء وصافي. والحمد لله بعدا ملي كتجبر الناس السلطة كتبغي تتعاون معاك، وهنا ما كنتعاونوش معاهم ولا شي حاجة، راه ماشي من خاطرنا هنايا. رانا بيدنا راه عندنا ضغوطات، عندنا الكرا، عندنا ضريبه، عندنا الموضة، وعندنا بزاف ديال المشاكل. وشكرا السي حكيم. الحوايج عندنا تقريبا هنايا ما يقارب واحد 16 ولا 17 مليون ديال السلعه ديال الاخوان كاملين، ها هي متراكمه شي مغبره شي غمالت ما بقاتش صالحه ان المواد المستعملين فيها بحال اللصق مثلا، عنده واحد المده معينه ديال عام عامين ولا عام ونص مشات ولا السلعه كامله عندنا خاسره هنايا. ندير شي وقيته ان شاء الله وتجي نوريك السلعه هذه كامله، فهمتي؟ واللي عطى الله هو هذا. كما كتشوف الحالات السوق انت كتشوفها السوق كامل كيقطر، هو كامل مبرد كامل مستحق، ما عندك ما دير. اللي عطى الله هو هذا. الشركات ديال الحبوس ولا البلديه؟ لا تبع البلديه خاي، وكنطلبوا مسؤولين البلديه انه يسولوا الوضعيه ديالنا. ومعكم الاخ يوسف. بالنسبه كما كتشوف السوق هذا اللي تقريبا في العمر ديالو واحد 34 سنة، ما عمر البلدية جات شرفت له على الصيانة ديالو ولا على الصباغة ديالو. راه كتعرف أهل اللي سقط هما كانوا كيعرفوا كاع يتخلصوا في الكرا ديالو، صافي هادشي اللي كاين. وبن يعني ما عمرها استفدت لا من الصيانه ولا من الصباغه. السوق هذا الناس هما اللي كيشرفوا عليه باش كيصبغوه ويصوبوا له هاد الاصلاحات اللي في السطاح وفاده. وبالنسبه للتجار اللي تعرضوا واحد الافلاس في هاد كورونا اللي بزاف ديال السلعه اللي فزدات ومع هاد الاصلاحات اللي دوزت واحد المده
اللي ولا السوق كامل عنده سلعه جديده ولا سلعه قديمه بهذاك الغبره وبهذاك وبهذاك المده اللي تعطلوا بها هنايا. ولهذا كنطلبوا هنا يعوضونا ويدعمونا باش يقدروا يحيوا التاجر هذا اللي تا هو كيعاني الموت كيعاني الموت البطيء الموت البطيء اللي تا هو كتاجر تا هو راه واحد الفاعل تنموي اقتصادي راه هو العمود الفقري من الضرائب ولا من الكرا باش كيتخلص هذاك الموظف اللي جالس مرتاح شاب راس ستيلو وجالس كيوثق اللي بغى. وعاد مع ذلك التاجر راه خصهم يصنفوه بان هذا التاجر الصغير التاجر البسيط ماشي التاجر اللي كيخولوا الرموكات هنا السلعه. هذا ولا التاجر بحال هذاك اللي كيحمل الصيد كيمشي صيد بالقصبه الصياد ياكل ما صيدش راه ما ياكلش. التاجر راه ما هذيك الصفه ديال التاجر راه خصهم يسميوه بحال مياوي خدم راه كياكل ما خدمش راه ما كياكلش. ما كاين لا تغطيه صحيه ما كاين لا ضمان اجتماعي لا والو. لو مي كيوقع له شي حاله مرضيه ولا هذا كنبقاو حنايا نجمعوا له بحال هنا كانوا بحال هنا متسولين كنوليو متسولين. لهذا هذه الكلمه ديال التاجر خصهم يحذفوها با خصها تقول يكتبوا لا بياع وشري. دابا ملي كتسمى ديك الاسم ديال التاجر يعني التاجر كيسمحوا بحالك بحال التاجر اللي عنده التاجر بالجمله حنا التاجر بالتقسيط. هاد السميه هادي راه كاينه بعض الاخوان اللي ولادهم كيقراوا في الكليات اللي ما كيستافدوش من المنح بان بوك تاجر تمشي ل شي حاجه اللي تستافد منها لا من لوبيطال ولا هذا بانك انت تاجر وانت من تجاره انت التجاره هذه بحركه كتبقى تدافع على باش تخلص الكرا وتخلص الضوء تخلص بنادم عنده وليداته عنده الصاير. ولهذا في هاد كورونا حنا ما استفدنا والو. هنا هاد السوق سبته حتى هذيك القفه اللي كيفرقوهم ديال كورونا راه حتى حنايا راه كل واحد راه خصو كيشري الزيت كيشري الطحين كيشري ما استفدش السوق سبته. علاش؟ بانهم تجار وين التجاره؟ وكان التجار ما يبقاوش حتى هما يعملوا نعم نعم بحال شفنا الاحباس كتهبط المهم الاخوان ديال تبعي الاحباس واحد ثلاث شهور ديال الكراوات انتم ما استفدتوش من الاف ام من طرف البلديات. حنا ما باقي ما عفونا حتى شي حاجه. حنا كنطلبوا تسويه الوضعيه ديال السوق هذا ماشي الاف. حنا هذا السوق هذا راه خلص الكرا ديالهم بنا مع ذلك كانوا عندهم البرارك هنايا البرارك حتى هما من حقهم يستافدوا. ولهذا كنطلبوا هنا تسويه ديال الوضعيه. هاد الناس هادو راه كاملين ولاو كيعانيوا امراض نفسانيه هنا هنا كلشي ما عندوش باش يخلص. الناس ما عندهمش باش يخلص هنا الناس هنايا راه هنا الناس هنايا كلشي كيعاني كلشي مريض كلشي خصو هو خاص اللي يعاونو. ولهذا كنطلبوا الدوله تنصف التجار الصغار وتحاولوا حتى هما ما تقصيهمش وتخرجهم للتشرد هما ولا الاسره ديالهم اللي هنا كل واحد راه عنده واحد اسره خدام عليها وعلى الوالدين ديالو. وتحيه للاخ حاكم الشنثوف. كنشكرك على التغطيه وعلى هذا المباشر كتفقد الحاله ديال التجار الصغار وانضباطهم مع التزامات الحجر الصحي اللي مع الساعه الثامنه مساء. السلام عليكم. بالنسبه كنأيد الكلام اللي قال الاخ يوسف. الكلام كامل اللي قالوا هو رانا غنقولوا الحمد لله راه كل شيء واضح وباين بالنسبه للسلطه ولا للحكومه كاع راه هنا كنعاني ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنا راه كنعاني والناس ما عندها لا تغطيه صحيه لا ضمان اجتماعي لا مرض. خصنا نديروا السينيه بحال عون الفارق دور على هذا دور على هذا مشي عند هذا مضبه مشي عند هذا مضبه. بواحد الانسان يدير عمليه عنده كرا عنده ما عنده ضو شي اللي كيقرا عند ولده في الجامعه ما كيستافدش من المنح. لا شنقول لك حسبي الله ونعم الوكيل والله رزقنا الصبر في هذه الارض السعيده ولا بقات الامور لهايده. شنقول لك لا بقات الامور لهايده راه كامل ان شاء الله غنهاجروا سفينه وحده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا للاخوان ديال جمعيه ديال سوق سبته. كندير معكم واحد الجوله باش تشوفوا مدى الانضباط ديال التجار ديال سوق سبته. هاد الجولة هذه داخل قيسارية سوق سبتة قيسارية التاريخية القيسارية المؤسسة تقريبا في 86. هاد القيسارية باش تبنات وأما التجار ديالها راه من الأيام ديال الثمانية والسبعينات.
قيسارية اللي عندها تاريخ هذه القيسارية هذه اللي كانت اي سلعة ديال السبرديلات كما نقولوا النايك السروال التراوزيس التشكيط ما ديال سبتة كانت كتسمع هنايا. هذه القيسارية اللي ولات كتعاني الان من عدة ضغوطات. معنا احد الوجوه اللامعة هنايا في سوق سبتة اللي هو احد التقنيين الهواتف عبد الغني. شي كلمة الاخ عبد الغني ملتزم بعدا شديت المحبة. السلام عليكم. شديت انا ملتزم بحجر مع الدولة بالإغلاق. وأنت كتشوف أخي حاكم السوق أنت كتشوف شوف أخي حاكم أنت شوف خاطرة عليك قال لك العلامة من باب الدار شوف إيه العلامة كتبان باب الدار شوف وهادشي إيوا شكرا أخي عبد الغني المعروف هنا في سوق سبتة عبد الغني مول التليفونات مرحبا بكم عنده كملوا الجولة ديالنا رغم الاكراهات اخوان ديال التجار ديال سوق سبتة كلهم منضبطين مع قرار ديال اغلاق ديال الساعة الثامنة رغم الاكراهات ورغم التراكمات ديال الكريدي الضوء والماء والضرائب وكل شيء جميع الاخوان منضبطين هذا شارع مولاي ادريس وشكرا لكل المتتبعين دلارش اونفو